السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على برنامج الديسك مش ميكسر. البرنامج ده مختص بأن هو بيعدل على أشكال ثلاثية الأبعاد. ممكن يكون عندي شكل هطبعه أو هحتفظ بيه في طبع ثلاثية الأبعاد، يعني بترسم أي شكل ثلاثية الأبعاد وتدي أمر أوردر، فتلاقي طبع طبعت كل اللي أنت رسمته، وفي شركة طبعت مسدس كامل بكل التفاصيل بتاعته وضربت بنار واشتغل عادي. بس يا ريت نستخدمه في الحاجات الكويسة مش في حاجات التخريب. فأنا دلوقتي مثلا ممكن يكون عندي شكل، بقول له امبورت واختار شكل مثلا دوج او اليفانت او اي شكل، ماشي اهو شكل بيجيلي ببدأ الفه، ممكن احط عليه اي شكل انا عايزه، يعني ممكن احط مثلا شكل ايد، تمام، وابدأ اعدل فيها زي ما انا عايز، والتكبر زي ما انت عايز الحجم بتاعها تكبره، تمام. وممكن تقول له سكلايب بالشكل دوت. او في ادوات مفيده جدا، اديت لو عايز تعدل اي حاجه، ممكن تعمل دوبليكيت من الشكل او تعمل الاين، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز، اناليتيك، تمام. وممكن اديله شيدر مثلا كده، تمام، بحيث ان انت تخلص خالص وبعد كده تطبع عادي، تمام. ممكن ادخل اكتر من شكل، ابنت، اروح مختار مثلا شكل تاني elephant بالشكل دوت، اتمنى البرنامج تجربوه واتمنى ان هو يعجبكم. سهل جدا في تعديل الحاجات الثلاثيه الابعاد، سهل بطريقه يعني مخيفه جدا، ان انت بتلاقي ان انت بتعدل الحاجه بسهوله جدا. ممكن نخفي الاليفنت دوت اهو، لو انا عندي شكله بيجي بحيث ان انا اقدر اخفي الحاجه اللي انا عايزها، استامب، تمام. في دلوقتي ظهرت طبعه رباعيه الابعاد. رباعيه الابعاد بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت الحاجه اللي انت بتصممها بتصلح نفسها اوتوماتيك، يعني ممكن تعمل مثلا مواسير تحت الارض بحيث ان اي حاجه تحصل غلط هي تعدل نفسها اوتوماتيك، مش تراجع نفسها للاول، لا تراجع نفسها، تعمل نفسها لاقرب حاجه صح، يعني هي اوتوماتيك مثلا حصل حاجه فالتربه مثلا اتغيرت او حاجه اتعملت جديده، هي تعدل نفسها بحيث انها تؤدي الغرض بتاعها متفاعله مع الحاجه الجديده اللي حصلت، تلف حوالين الشكل اللي حصل، تنزل تحتيه، تظبط نفسها، حاجه مثلا حصل ضغط زياده فتتجمع، يعني زي ما تقول فيها يعني فيها عقل بسيط انها تصلح نفسها بحيث تأدي الغرض بتاعها. دي طبعا رباعية الابعاد، ومستنيين خماسية الابعاد وسداسية الابعاد. اخوكم عمر سليم.